في حاجة تانية مهمة جدا بنستخدمها، حاجة اسمها القسط الهندي. القسط الهندي من الحاجات اللي هي المشهورة جدا اللي بتستخدم في طرد الشياطين، ولها تأثير فعال جدا على الشياطين والجن الغير مسلم أو المعتدي، ومن الحاجات اللي بينصح باستخدامها. وفي أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسط الهندي، وفي أحاديث وردت عن المسك، وفي أحاديث وردت عن الماء المقرع عليه رقية شرعية. ده بفضل الله كل دي حاجات مشهورة لطرد وتحصين المنزل.